علي حركات. علي؟ كنت فين يا علي؟ أمك بتدور عليك. علي أنت إيه اللي نفخك كده؟ لا أنا ما اتنفختش، أنا عملت فورمة. فورمة الساحل اللي طول عمري بسمع عنها. دونت تاتش. ده بيلعب يا كوكي بيلعب. مش من حقك تلمسيني، إحنا لسه متطلعين. ألمسك؟ طبعاً خايف أعرف الحشو اللي أنت حاطه جوه الهدوم. حشو إيه يا ماما؟ قصدك النيو لوك اللي أنا عامله. شكلك هتتهبلي عليا. تهبل على إيه بلا خيبة؟ أنت فاكر إن العضلات دي حاجة حلوة قوي؟ لعلمك دي بقت حاجة بيئة. أنا لو كنت شفتك كده من الأول كنت عمري ما أفكر أتجوزك. هعمل لك إيه يا إنجي بقى؟ أنا بعمل أي حاجة عشان أرضيكي ونرجع لبعض ونلم عيالنا حوالينا. لكن الظاهر عليك إنك أنت اللي مصممة. خلاص بقى. أنت حرة. أنا ماشي. علي. نعم. مالك يا علي في إيه؟ أيوة. أصل المجنس تعبني شوية. مجنس؟ ده بيقول على السمانة مجنس. اسكتي بقى اسكتي بقى، ده قطع قلبي بقى. حرام عليكي، ده إيه يا حرام عليكي؟ أنت قلبك قاسي يا حرام عليكي، ده مجنسه كلها وجعته. حرام، أنت قاسية يا بنتي، قاسية والله. أنا قاسية؟ هو لسه شاف قساوة؟ أنا لسه هخلي كل عضلات جسمه عضلة عضلة يتشدوا، ما عدا عضلة واحدة بس. عضلة ايه؟ عضلة القلب طبعا. انت افتكرتي ايه؟ البي فاكرني اول ما اشوفه بعضلاته المنفوخة هقول له حوش يا حواش، شيلني يا حواش، اطلع بينا على المأذون يا حواش. بص بقى يا انجي، بصراحة يعني ما تزعليش مني، انا صاحبتك برضو. انا بصراحة مش وافقة خالص على اللي انت بتعمليه مع علي ده. يا سلام، يعني انتي موافقه بعد كل اللي حصل فيا ان انا ارجع له بسهوله كده؟ ايه سهيله، ايه حرام عليكي اللي بتتكلمي عليها ده؟ انت بهدلت حواش ومرمطت حواش وضيعت حواش. حرام عليكي، ده انت جننتيه وديتيه للدكتور، ده انت نفختيه يا انجي. عايزه ايه تاني؟ عايزه يقول جاي، مش هعمل كده تاني. مرفوعين ومنصوبين وليس ابدا مجرورين. اه ياني ياني ياني، مش هعمل كده تاني. ايه ده يا علي ده؟ انت منزلني من بيتي يوم اجازتي عشان تقعد تغني لي؟ والنبي سيبني في حالي حسين، انا مش طايق نفسي ولا طايق اطلع شقتي ولا طايق العماره باللي فيها وزهقان من عشتي. وانا كمان والله كنت قاعد زهقان وجعان، لقيتك اتصلت قلت انزل اكل واول مره قابلك. يعني انت نازل عشان تاكل يا حسين مش عشان تاخد بخاطري؟ لا لا حلو، عشان الاثنين. انت ما رحتش شغلك ليه النهارده؟ رحت يا سيدي، واختك انجي اتريقت عليا قدام مراتك كاميليا واتريقت على جسمي. قلت اضرب القميص ده يمكن احلاوه زياده. ايه رايك؟ حلوه النفخه الكدابه اللي انت فيها دي قوي. ايه القرف ده؟ عايز تعمل العضلات؟ يعني زي بص، شايف السلم؟ قصدك شويه اللحمه دول؟ دول. لا لا لا، دول سهلين قوي يتربوا. ايه يا واد العضلات الجامده دي، يخرب بيتك. افهم من ده اعجاب ولا حسد؟ يا عم اعجاب وحسد ايه؟ دي اكيد تقصدني انا، اكيد عضلاتي شخللت في قلبها صح؟ يا نسا، انت تقصديني انا ولا هو؟ انت طبعا، مش ابو كرش ده. هاي امشي بيت من هنا لحبسك. ما العضلات عامله شغل ايه؟ امال ما حوقتش في انجي ليه بس؟ يلا يا علي نطلع نكمل كلامنا فوق. لا 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 سيبني، انا خلاص فكيت كده ومودي حلو وحسيت بذاتي. وانت عشان تحس بذاتك ومودك حلو يطلع عين اهلنا. يلا يا علي. عليا النعمه مز. انت زيرو كام؟ انا على الثلاث شبكات. عليا النعمه مز. عليا النعمه لحبسك انت والمز بتاعك والثلاث شبكات. مش عايزه رقمي؟ لا انا عايزه رقمه هو. هحبسك انت كمان. اهلا يا سموره، اتفضل. هو انا بس بسال على علي. بتسال على علي هنا ليه؟ ما طلعتش خبطت عليه ليه في شقته؟ طلعت خبطت ما حدش رد. طب هو مش هنا، انت خبطت كويس؟ عايز ده انا قريت الباب كنت هكسره ورنيت الجرس كده هيولع. غريبه، مع انه مشي بالجرنان بدري بعد ما بعد ما بصراحه اتريقت عليه. بعتيني يا أمشي بقى، انت مش ناوية تلميها بقى؟
بقولك يا صموره ما تلومنيش، المها ولا بعترها مش وقته. المهم دلوقتي نعرف هو راح فين. هنلاقيه ان شاء الله. انا هنزل ابذل مجهود وادور واقول يا ترى انت فين يا علي، طليقتك بتدور عليك. مضمونه دي اه مضمونه. اشرب حاجه بقى. لا يا صموره من هناك يا حبيبي، هتدور كده من هناك. كنت فين يا علي، طليقتك بتدور عليك. هو بابي فين يا مامي؟ انا نفسي اشوفه، وحشني قوي. والله يا سولي وحشني انا كمان. هو انت زعلتي في حاجه يا مامي؟ انا فعلا زعلت وقسيت عليه، بس هو كمان كسر قلبي لما قال لي انت طالب. مامي انت ما بترديش علينا ليه؟ عشان مش قادرة أرد على نفسي. يعني إيه؟ يعني مش عارفة بوبي فين. يلا يلا بطلوا كلام وناموا، عندكم مدرسة الصبح. لا شريف شافه ولا شعبان شافه، حتى البواب ما شافوش خالص. أيوة بس أنا كده قلقت، يا ترى اختفيت فين يا مخفي؟ يكونش. إيه؟ لا مفيش. بس يا حبيبتي بس. بس ايه ده؟ انت نمتي؟ لا لا معلش يا جوجو، بس انا ما نمتش طول الليل، القلق على علي. علي ضاع يا جوجو ضاع. لا يا حبيبتي علي ما ضاعش ولا حاجه، تلاقيه بس راح الشغل. لا راحش الشغل. اصل انا كلمت كمال يا الصبح عشان تقدم لي على اجازه، وبعدين قال لي انه ضاع. ما جاش. يبقى علي ايه؟ يبقى علي ايه؟ يبقى ضاع ضاع. لا يا حبيبتي علي ده زي القرش البراني، هيلف يلف ويرجع لك تاني. صح هو زي القرش البراني اه، بس مش هيرجع تاني. علي ضاع ضاع. في ايه؟ مين اللي ضاع؟ الشمشم؟ لا اهل فردته، قصدي علي. علي ضاع يا زموره. طب ما مفيش فرق زي الشمشم. اخس عليك يا زموره، كده تقول كده على علي برضه؟ لا انت مش طول عمرك بتعامليه معامله الشبشب؟ صح صح صح. اه والله عنده حق، انت عارفه اي شيء يزيد عن حقه يتقلب ضده. ايوه ايوه، بس هو ما اتقلبش بقى، هو اختفى خالص خالص. المهم انت عملت ايه يا سمير؟ انا كمسؤول اتصرفت، اتصلت بجميع المسؤولين عن الشباش بالضيعه والابائي بالضيعه، ورحت في مناطق كلها ايه، صفت اللبن، باب اللو، المناطق دي مفقود يا ولدي. ضاع. وقفي بتقول لك خلاص يا حبيبتي، يبقى لازم نروح القسم ونعمل محضر. ما استنيتش، انا رحت القسم وانا بوصل العيال المدرسه الصبح. عديت على القسم على حسين جوز كاميلي، عارفاه؟ ايوه ايوه ايوه. عديت أيوة أيوة عليه وقلت له عايزه اعمل محضر. طب قال لك ايه حسين بقى؟ قال لي ما ينفعش، لاني ما ينفعش اعمل محضر اللي هو بتاع التغيب ده لحد ما يعدي 3 ايام. طيب خلاص 3 ايام يا لهوي، ده يكون اتخطف لبلد تانيه. اتخطف؟ علي اتخطف يا جوجو؟ اتخطف؟ ايوه يا حبيبتي ايوه، ممكن كمان يكونوا قطعوا اعضاءه وباعوهم. لا اعضاءه؟ لا اعضاءه لا يا حبيبي علي، اعضاءه. يا ستات انا بقول نستنى يوم كمان عشان يبقوا 3 ايام. 3 ايام؟ اهربي لانها بدات تتحول. انا مش قادره اقوم. قوم انت. لا اقوم ايه، انا اتحولت خلاص. بس بس يا حبيبتي.